دقائق أربع دقائق إن شاء الله على الأكثر، هنتعرف على أشياء لا تنقض الوضوء، مشهورة عند بعض الناس أنها ناقضة للوضوء لكنها لا تنقض على الراجح. أول شيء، لمس الرجل المرأة بدون حائل سواء كانت زوجه أو مرأة أجنبية عنه، الراجح أنه ليس بناقض للوضوء. هناك فرق بين حكم المس، حكم اللمس أنك أنت تسلم على امرأة وتضع يدك في يد امرأة أجنبية، وبين هل انتقض الوضوء بذلك أم لم ينتقض. لا يحل لك أن تضع يدك في يد امرأة لا تحل لك، لا هي أمك ولا بنتك ولا خالتك ولا عمتك ولا بنت أختك ولا بنت أخوك. المحارم عليك يجوز لك أن تسلم عليهم، لكن غير ذلك لا يحل لك أبدا. وما يفعله بعض الناس بتحرج واستحياء، كان يكون في مصلحة ولا في مؤسسة، وأول ما بيبدأ هنا كما قلنا بتمد يدها مباشرة تسلم عليك. كثير من الإخوة لا يبالي في هذه المسألة، قل لك كيف ما أسلم عليه، ويقول علي يعني إنسان مش متحضر وإنسان متخلف. يا أخي قولوا ما يقولوا، ما يقول عنك ما يقول. لا تسلم على امرأة أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له أبدا البتة. كان الصحابة ببيع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام مصافحة، الرجال يأتي الرجل فيضع يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه ويبيعه على الإسلام. أما النساء فلما كانوا يبيع النبي على الإسلام كانت زوجات النبي جالسات، فتضع إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدها في يد المرأة التي تبايع على الإسلام، وما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. أفضل إن جنت يضربوك في راسك بمخيط ولا حاجة تتحمل هذا من إنك أنت تمس امرأة. وكن بقى إنسان لبق، كن إنسان فاطن، كن داعية إلى دينك، لا تكن بالايه، لا تكن بالجافي ولا بالغليظ. امتنع عن السلام برفق وبلين وبادب، وابلغ عن علتك، قل الله انا انسان مسلم وهذا عندنا في الدين لا يجوز. وهذا ليس خاصه بك انت انك انت اجنبيه ولا انك انت لا، هذا حتى على النساء المسلمات. يعني لك ان تتخيل ان بنت عمي لا يجوز لي ان اسلم عليها، ولا بنت خالي، وهذه مساله دينيه، والله يحترمونك ويقدرونك ويعتذرون اليك، لكن سبحان الله الإنسان يحاول إرضاءهم، يحاول إرضاءهم بهذه المسألة، والله ما يرضوا عنه، لأن هذه هي النتيجة. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا يحل لك أن تمس يد امرأة أبدا. لكن إذا مستها، حكم بقى في الحرمة شيء، ومسألة نقض الوضوء شيء تاني. الراجح في اللمس مسألة أو لمستم النساء، الراجح من أقوال أهل العلم أنها الجماع هو الذي ينقض الوضوء. من الأشياء التي عند بعض الناس وتحدثنا فيها عند الحديث عن النجاسات، الدم، خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء على الراجح، وذكرنا لذلك أدلة. حديث الصحابي الأنصاري الذي كان على ثغر من صغور الإسلام وطعن، ضربه إنسان بالنبل مرة مرتين فسال منه الدم وهو يصلي وأتم صلاته، وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمره أن يعيد الصلاة. فهذا دليل على أن نزول الدم ليس من النواقض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو في القبلة أتم صلاته، والدم ينزل من يثغب منه، ينزل من جرحه، وما أعاد الصلاة. الصحابة كانوا في المعارك الكثيرة يلتقون مع جيوش غير المسلمين ويتقاتلون وما إلى ذلك، وربما طعن الصحابي والجرح ينزف منه وحان وقت الصلاة، ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد من الصحابة قال لهم غيروا ملابسكم وجففوا جراحكم ولا تصلوا إلا والدماء قد جفت. وكانوا يصلون في هذه الأشياء، ودل ذلك على أن هذا نزول الدم ليس من نواقض الوضوء. مما اشتهر عند الناس أن القيء من النواقض، يعني إنسان قاء أو استقاء يتوضأ، القيء ليس من نواقض الوضوء على على الراجح من أقوال أهل العلم. خلاص، وهذا له أدلته. القهقهة في الصلاة أو خارجها، هناك قول أن القهقهة تنقض الوضوء، لا، هي من نواقض الصلاة وليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. واحد بيضحك القهقهة وما إلى ذلك، والقهقهة بالمناسبة يعني القهقهة لا تليق بالمسلم، سن يضحك كده القهقه والقهقه جايبه من اخر الدنيا، هذا لا يليق. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضحك تبسم، كان اذا ضحك صلى الله عليه وسلم تبسم، فالتبسم هذا شيء يعني
محمود، لكن القهقهة والصوت العالي وما إلى ذلك هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغسيل الميت وحمله ليس من موجبات الوضوء وليس من النواقض، يعني إنسان غسل ميتا أو حمله يسن له أن يتوضأ لكن لا يجب عليه. إذا شك المتوضئ في أنه ذهب وضوءه أم لم يذهب، أنا متوضئ الآن وشكيت هل ما زلت متوضئ أم أن الوضوء قد ذهب، يبقى العمل على الإيه؟ على الأصل، والأصل على الأصل، والأصل هو اليقين أنني إيه؟ أنني متوضئ، فلا عبرة لي بهذا الإيه؟ بهذا الشك. فقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه الشيء في الصلاة، يخيل إليه الشيء في الصلاة، يجيه الإيه؟ الوسواس في الصلاة، ها وضوءك راح ما راح الشيء هذا. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف أي لا يخرج من صلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب،